أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: ما حكم الخطبة عند القبر عقب اللحد لوعظ الناس؟ هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة لسبب، فعله مرة لسبب، وهو أنهم لما جاءوا بالميت وجدوا أن القبر لم ينتهي إعداده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله ينتظرون تجهيز القبر، فوعظهم صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. أما إذا جاءوا والقبر معد وكل شيء منتهي، فإنهم يدفنون الميت ويقفون على قبره بعد الدفن ويدعون له ويستغفرون له ثم ينصرفون، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يتخذ الوعظ عند القبور بصفة دائمة ويتخذ هذا شرعا مستمرا، هذا غلط كبير ولا يجوز هذا العمل. نعم.